السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الاسد. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وبعد القراءة وبعد التوقعات بالودع هنقول رسالتك من الرسائل باذن الله تعالى. وكنت بتعاني من المس أو من السحر أو من التعطيل أو أي مشاكل أو من الأمراض الروحية، هسيب لكم في صندوق الوصف اللينك للعلاجات بإذن الله تعالى، أو اكتب تم وأنا هديك لينك القناة الثانية، قناة الشيخ يوسف بنفس صوتي، فيها جميع العلاجات إن شاء الله. وفضلا وليس أمرا أحبابي، عايزين نطلع الفيديو مواليد برج الأسد اكسبلور. فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك، خلي الفيديو يطلع أخواتي في الله. نشوف توقعاتك يا برج الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف انت منتظر حاجة، في حاجة منتظرها مستنيها على نار، ديالك من ورا الهاتف، لان انا ماسك الهاتف انت في اتصال هيفرحك، انت منتظره او اتصال فيه سعادة ليك. انا شايف هنا في حب في قلبك كبير، في حب كبير في قلبك. يا ترى الحب ده لمين؟ في حب كبير وراحة، بتحب حد حب كبير جدا، ان شاء الله هيكون معاك. بإذن الله هيكون معاك، وإن شاء الله يكون زواج ما بينكم أو ارتباط إن شاء الله. أنا شايف في هنا باب هينفتح قدامك، الباب فيه حظ، فيه سعادة، فيه راحة، فيه ضربة حظ في المال، لأنك أنت يا أسد محتاج شوية مال، في فرحة، فيها رزق، فيها المال دايلك إن شاء الله، فيها ضربة حظ ليك. بس خلي بالك بلاش تحكي، بلاش تتكلم كتير، لان شايف العين عليك، بصين حواليك، بص حواليك على الناس اللي حواليك، بلاش تحكي على شغلك، على يعني بلاش تحكي على ارباحك او على مالك، لان هم فاكرين ان انت معاك فلوس راجد عليها او فلوس كتير معاك، ما يعرفوش اللي معاك ايه، فبلاش تحكي وتتكلم كتير. لان انا شايف هنا ناس حية، ناس حية، وانت دول فاكرهم طيبين، بس انت اتخذلت منهم وانت تعبت، ما بقيتش تجاهد او تعافر، ما بقيتش حد تعافر عشان او انتهت علينا، فانت تعبت. بس في راحة حلوة جدا هتحصل الايام اللي داية ان شاء الله. الراحة دي هتكون خير ليك. انا شايف ان انت هتسد منها ديون، يعني هتستعيد ثقتك بنفسك، أنا شايف إنها تستعيد نشاطك، هتبدأ حياة جديدة إن شاء الله. بس ابعد عن المشاكل وابعد عن الكركبة اللي حواليك، وابعد عن المشاكل والحاجات اللي حواليك اللي مش كويس. شايف عشان إيه؟ في حاجات بتحصل لك، في تعطيل معاك، في تعب بيحصل لك من العيون، من العيون اللي حواليك. قلت لك بلاش اخرج من الطاقة السلبية اللي انت فيه، عشان ما تديش حد تعبك، ما تديش حد راح راحتك يعني هكذا، وتاخد تعب ناس. فبلاش، مش كل الناس اللي تستاهلك، مش كل الناس اللي بتدعمها هكذا، لان انت قلبك طيب، عندك روحانياتك عالية، محببك في الناس كلها، بتحب الناس كلها، بتتمنى الخير كل الناس كلها، بس الناس كلها مش زيك. انت بتتمنى الخير، الناس بتتمنى لك الشر، انت بتتمنى لهم السعادة والراحة، هم بيتمنوا لك الخراب بينك وما بين حبيبك، عايزين يبعدوك عن حبيبك، عايزين ياخدوا رزقك، مش حابين لك الخير، مع انك انت قلبك طيب، روحانيتك عالية، متقرب من ربنا، بتخاف ربنا، ليست تكذب ولا بتحب الخيانة، وما تحبش الكذب ولا تحب الخيانة، بس في ناس حواليك زي التعابين. انا شايف ان انت هتدخل في طريق ان شاء الله، الطريق دي فيه مشروع او داخل على مشروع، او حابب تدخل مشروع بتكمل، او حابب يأتيك المال كي تدخل هذا المشروع ان شاء الله تدخله، وهيكون فيه رزق، وهيكون فيه سعادة، لان في شخص كبير في السن او ست كبيرة بتدعي لك، بتدعي لك ليل ونهار، وهذا دعوتها ان شاء الله تكون مستدابة ليك بإذن الله تعالى، وربنا هينصرك، لان سبب دعوتها السدية خرجتك من مشكلة
أو سبب دعائها بربنا يسعدك أو يفتح لك الأبواب. أخرت من مشكلة كبيرة كنت هتقع فيها، كانت هتدمرك أو كانت هتتعبك كثيرا، خرجت منها بسلام وبأمان. بس انت شايفك حاسس بخنقة، حاسس بضيقة، حاسس ان انت لوحدك، حاسس ان محدش بيساعدك، حاسس بالضيقة وحاسس بالخنقة وحاسس بتعطيل في حياتك، حاسس ما فيش حدا مكتملة، حاسس ان كل ما يأتي حبيب يمشي بدون سبب، كل ما يأتي حبيب أو صديق ما تتم العلاقة، ما تكتمل هذا العلاقة، يفشل العلاقة ما بينكم بدون سبب، يحصل نفور، تحصل هكذا سبب. المس العاشق، مس عاشق عندك، عاشق الدسات. في منكم يعرف وبيعاشره في المنام أو بيأتيك المنام، أو بتحس إن حد بيتنفس جنبيك، أو بتحس إن حد بيملس على جسدك، أو بتشعر إن في خيالات في البيت، أو بتشعر في العمود الفقري شيء سخن أو لازق على ظهرك. هكذا هو المس العاشق، والحسد عليكم شديد لأنكم حاسين بالتعب الجسدي وبالتعب النفسي. ان شاء الله الايام اللي جايه هتكون فيها راحه ليك. انا شايف في حق اللي زرعته راح تحصده، ان انت زرعت الخير، زرعت المحبه، زرعت الامان للناس، زرعت الخير للناس كتير، عطيت ناس كتير، راح تحصد اللي زرعته ان شاء الله باذن الله. انا شايف في ربح مال، الربح مال دايلك ان شاء الله، حد هيدعمك، ممكن صديق او حبيب هيدعمك بمال، هيساعدك المال، ان انت محتاج مال. المال ده هتسد منه دين، او هتسد منه تدي منه سلفة لحد، او هتسد دين، الله اعلم. المال ده دايلك من حبيب او من صديق، بس خلي بالك من التعابين اللي حواليك، ما تديش حد اسرارك. ليس كل اللي في قلبك او في عقلك يكون على لسانك، مش كل الناس اللي بتحب لك الخير، مش كل الناس اللي بتحب لك الخير صديقة او حبيبة بتحسيها انها صديقة او بتحسيها انها حبيبة، لكن هي غدارة عايزة تاخد زوجك منك او عايزة تاخد حبيبك منك، مش حبالك الخير، مش سايباك في حالك. فخلي بالك من الاشخاص اللي حواليك وتعلم انهم اعزاء، يعني خلي بالك، كوني حريصة. انا ليس قلت لك اقطع علاقتك بالناس، بس كوني حريصة، كوني هكذا، خلي عقلك حكم عقلك وبلاش قلبك في حاجات كثيرة، لان انا شايف في حصل انفصال ما بينك وما بين الشريك، او ما بينك وما بين الشريك حصل انفصال ما بينكم، وبسبب وحدة، بسبب وحدة اذيتكم، وفي منكم بسبب المس العاشق، العاشق عمل نفور ما بينكم بدون سبب، عمل نفور، عمل مشاكل حصلت ما بينكم وبين الشريك بدون سبب، فحصل انفصال أو حصل مشاكل، أو مودودين أكنكم مش مودودين مع بعض، ليست حاسين بالراحة، ليست حاسين بالسعادة. إن شاء الله كل شيء راح تكون معكم خير بسم الله. كاش أنا شايف إن في ناس عمالة تتكلم عليك وعمالة تقول عليك كلام ليس فيك. أنا شايف هنا في خبر حلو، خبر حلو هيفرحك الأيام اللي جاية، شايف خبر حلو هيفرحك. بسم الله الكاشف، شايف هنا أنت هتنكشف أو هتكشف أشياء حقيقية، حقيقة راح تكشفها، راح تكشف الحقيقة قدامك على عيونك بإذن الله تعالى. نشوف حظك بيقول لك إيه، والضربة الودع بتقول لك ايه يا برج الاسد. دعمت الفيديو باللايك احبابي في الله، فضلا وليس امرا، ادعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله. ربنا هينصرك على من عداك، ربنا هينصرك على من عداك باذن الله تعالى، ربنا هينصرك ان شاء الله، شايف نصره باذن الله تعالى ان شاء الله. انا شايف هنا في خطوبه، في عريس، شايف خطوبه او زواج أو حد يتقدم، لأن شاف في أمور فيها الفرحة، فيها الفرحة. بس خلي بالك حتى العين صيباك، خلي بالك يا أسد، حتى العين صيباك، مع إنك ظلمت كتير، ظلمت كتير، بس العين عليك برضو، مع إنك ظلمت كتير وتعبت كتير، بس العين عليك. إن شاء الله راح تخلص من هاي المشاكل أو من هاي التعب. أنا شايف هنا قلبك مكسور، زعلان، في كسرة قلب، زعلان، قلبك مكسور، حد خذلك،
حد كذب عليك او سابك لوحدك قلبك مكسور، ان شاء الله هتلاقي الشريك الصح او هتلاقي اللي يصون قلبك ويصونك ان شاء الله باذن الله تعالى. شايف ان انت ماشي في طريق، الطريق ده هيفتح معك باب فيه وظيفة او فيه ربح مال دايلك باذن الله. شايف ان انت بتطلب بكل مستحقاتك القديمة، ورث او مستحقات قديمة بتطلبها، وان شاء الله تاخد حقك باذن الله تاخد حقك. انا شايف هنا في مواضيع هتتكشف قدامك، هتكشفها. بلاش طاقة الندم اللي في حياتك، بلاش طاقة الندم اللي في حياتك، وبلاش تعاند زيادة عن اللزوم، بلاش العناد، بلاش العناد اللي عشان هو بيضايقك وبيتعبك نفسيا فهد اعصابك، وبلاش الزعل. شايف ان انت بتشتري شقة او بتشتري سيارة فيها يعني مبسوط وسعيد ان شاء الله بإذن الله. شايف ان في شريك معاك هتشاركوا في مشروع او في شغل، هتكونوا مع بعض شركاء ان شاء الله تدوم شراكتكم بإذن الله تعالى. بس دايما يا اسد انت بتشكي من معدتك اللي مصيبك بالعصبية، هذا المس العاشق تعبك، فهذا منكم برضو في عنده إعادة من دكتور أو رايح الدكتور هيعيد عند دكتور إعادة. بسم الله الكاشف، اللهم بشرني بما انتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. بسم الله الكاشف، أنا شايف في ضربة حظ معك إن شاء الله، شايف في ضربة الحظ المال هتكون كويسة معك، هتسد اللي عليك بإذن الله تعالى. في ربح مال دايلك إما ورث لإما مكافأة، في ربح مال دايلك كويس مناسب هينفعك ان شاء الله. شايفك هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، شايفنا في زعل ما بينك وما بين شخص حبيب، او في انا شايف بتعاتب حد حبيب، بتعاتبه، شايف عتاب ما بينكم، وشايف ردوع بعد العتاب، شايف في رجوع، لان شايفنا في محبس او خاتم او قلب، شايف قلب وشايف خاتم، فهذا يدل ان في ارتباط في اهل بيتك او في ارض بيتك، في زواج او في فرحة في اهل البيت، ان شاء الله يكون زواج ليك او زواج لاقرب ما قلبك او اقرب من قلبك في ارض بيتك، زواج او خطوبة. انا شايف هنا في قرار هتاخده بدلك مدة بتشتغل عليه، والقرار ده هيكون صح معاك ان شاء الله، وفي يدها تدعمك باذن الله تعالى. شايف هنا موعد غرامي او رسالة هتديك بعد بلوك، بعد فتح بلوك هتكون رسالة هيكون فيها موعد غرامي، وهتخرج في موعد غرامي بعد العتاب، هيكون في موعد غرامي وصلح ان شاء الله ومحبة. ابعد عن كل الاذى وابعد عن كل التعب والضغط النفسي وهذا الطاقات السلبية. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا رجوع للمنفصلين، شايف رجوع، شايف برضو هنا فرحان وسعيد بمولود، مولود ان شاء الله قالوا عليك، عيروك بالكلام وقالوا عليك. انا شايف هنا انت زعلانة لان حاسة انهم انه بيتكلم عليك يقولوا لك عندك تعطيل او انت ما فيك زواج او هكذا، او بيقولوا لك انت وحشة او بتاعت مشاكل، شايف عندك طاقة الزعل من الكلام اللي بيقولوه. ما تزعليش، انا شايف في بإذن الله تعالى فرحة هتفرحك وهتسعدك إن شاء الله. صل على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. هنشوف رسالتك بتقول لك إيه يا برد الأسد، فضلا وليس أمرا. إن كنت لم تدعم الفيديو باللايك فادعم الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. رسالتك يا برد الأسد بتقول لك فرض الله كربك ويسر لك أمرك ورزقك ما تتمنى، آمين يا رب العالمين. وإن كنت بتعاني من السحر أو من الحسد أو من المس أو من التعطيل كما قلنا، أو من أي مرض روحي، اللينك في صندوق الوصف لجميع العلاجات بإذن الله تعالى. دوس على كلمة المزيد اللي قدامك، كلمة المزيد دوس عليها هتلاقي اللينك ظهر لك، اللينكات شوت الفيديوهات للعلادات، وانا اكتب تم في التعليقات وانا هديك ان شاء الله القناة الثانية، قناة الشيخ يوسف في العلادات بإذن الله.